أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري أن رئيس الأركان الفريق أحمد خليفة قام بزيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة، وذلك في أول زيارة من نوعها لمسؤول مصري عسكري رفيع المستوى منذ بدء الحرب على القطاع. شملت الزيارة تفقد تأمين معبر رفح من الجانب المصري. هذه الزيارة تأتي في وقت تقترب فيه الحرب على غزة من إكمال عامها الأول، وبعد تجديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهاماته للقاهرة بالتقصير في حماية محور صلاح الدين. للمزيد حول هذه الزيارة ينضم إلينا من القاهرة موفد التلفزيون العربي تامر أبو عرب. أهلا بك تامر، تفاصيل هذه الزيارة غير يعني ما سمعناه عن تأمين والوقوف على الوضع الأمني فيها، خاصة بأنها تأتي بالتزامن مع أيام كان هناك فيها تصريحات متصاعدة بالاتجاهين. صحيح رولا، يعني لا يمكن فصل هذه الزيارة عما دار قبلها من اتهامات متبادلة وبيانات متبادلة بين اتهام نتنياهو لمصر، وإن لم يكن ذلك بشكل مباشر لكنه أشار إلى المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة، وأشار إلى أنها أنبوب الأكسجين الذي يمد حركة حماس بالسلاح. مصر ردت بأكثر من طريقة، ردت على لسان مصدر مسؤول رفضت فيه هذه الاتهامات، واتهمت نتنياهو بدورها بأنها يحاول تشتيت الرأي العام العالمي إزاء ما يحدث وإفشال جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة. نفس المعنى ردت به وزارة الخارجية في بيان رسمي غير معتاد رولا، في يعني منذ بداية الحرب كلما اتهمت إسرائيل مصر بشيء ما ردت مصر على لسان مصادر مسؤولة مجهلة، ربما من المرات النادرة التي تدخل فيها وزارة الخارجية على الخط ببيان رسمي يهاجم نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بهذا الشكل. أيضا في إطار الرد يمكن اعتبار هذه الزيارة التي قام بها يعني رئيس الأركان المصري أحمد خليفة أو محمد خليفة إلى هذه المنطقة بأنها جزء من الرد الذي تقوم به مصر. يمكن ملاحظة رولا بعض الملاحظات في الصور المنشورة على صفحة المتحدث العسكري. معروف أن المنطقة التي زارها رئيس الأركان تقع ضمن نطاق المنطقة جيم التي يحظر فيها التواجد العسكري المصري، مسموح فقط للقوات الدولية وللشرطة المدنية بالتواجد في هذه المنطقة من رفح إلى مناطق واسعة بطول الشريط الحدودي وصولا إلى طابة، لكن المتأمل في هذه الصور المقصودة بالتأكيد يرى تواجد كبير لقوات مقاتلة مصرية بالزي العسكري المصري، زي الجيش المصري، في هذه المنطقة متواجدة بكثافة وفي مختلف الصور المنشورة على صفحة المتحدث العسكري، وأشار إلى أنها المتحدث نفسه أو نفسه أشار إلى أنها قوات مقاتلة، وقال أنه أو أن رئيس الأركان أدار حوارا مع المقاتلين المتواجدين في هذه المنطقة. اتفاقية كامب ديفيد تلغي هذا الوجود العسكري، ومن ثم هي رسالة من مصر بأن مصر متواجدة في هذه المنطقة بقوات عسكرية مقاتلة بخلاف ما تنص عليه اتفاقية كامب ديفيد، لأن مصر بدورها تتهم إسرائيل بتواجدها في محور صلاح الدين بأنها تنتهك اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها التي يعني ترفض ولا تشير إلى أي وجود إسرائيلي في هذه المنطقة. بالتأكيد زيارة لها كثير من الدلالات، كما أشرنا إلى أنها يعني جزء من الحرب الكلامية المتبادلة بين مصر وإسرائيل، لكنها في هذه المرحلة تجاوزت فكرة الحرب الكلامية إلى التواجد المباشر على الشريط الحدودي من مسؤول مصري رفيع عسكري رولا. شكرا لك من القاهرة موفد التلفزيون العربي تامر أبو عرب.